إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، هذه أوامر الشيطان. السوء قيل إنه مقدمات الزنا، والفحشاء هي جريمة الزنا. وقيل السوء كل ما يتسبب في الإساءة إلى صاحبه ويسيء صاحبه في الدنيا أو في الآخرة، والفحشاء ما فحش من القول ومن العمل. وقيل إن السوء مقدمات الزنا وكما أسلفت، والفاحشة هي الزنا نفسه. وقد قال تعالى في شأن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفيه دليل، أعني في الآية الكريمة دليل على إبطال ما نسب إلى يوسف من الروايات الإسرائيلية التي مؤداها أنه جلس من المرأة مجلس الخاتن، ولا يصح لذلك سند أبدا. ويوسف عليه السلام منزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله أنه من العباد المخلصين. وقد شهد له الشيطان ضمنا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأيضا شهدت المرأة بذلك: حاش لله ما علمنا عليه من سوء، حتى السوء نفسه ما علمته عليه، ما علمنا عليه من سوء. وكذلك شهدت النسوة بذلك، والكل شهد بذلك، والله خير الشاهدين.